نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كب كيك الكوسة مع رقائق الشوكولاتة. ومقادير الكب كيك: 3 كوب دقيق، 1 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1 معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة جوز الطيب، 1.5 كوب سكر، 3 بيضات، نص كوب زيت، 1 معلقة كبيرة فانيليا، 2 كوب كوسة مبشورة، و1.5 كوب رقائق شوكولاتة. هنحط الزيت والسكر في بول العجانة وهنضربهم مع بعض، وبعد كده هنضيف لهم البيض. هنحط كل المقادير الجافة مع الدقيق وهنقلبهم مع بعض. نحط الفانيليا مع البيض ونبتدي نخلط السكر والزيت. هنضيف المقادير الجافة ونخلطهم مع الكيك مع خليط الزيت والسكر والبيض. وأول ما يبتدي يختلط هنحط الكوسة، ومش هنحط أي حاجة سائلة معاهم لان الكوسه هتنزل ميه كتير، فمش محتاج ان احنا نزود اي حاجه سائله زي لبن او اي نوع من انواع السوائل زي عصير او لبن رايب او غيره، لان الكوسه هتنزل ميه كتير قوي. وزي ما احنا عارفين عاده لما بنحط اي نوع من انواع الفاكهه الطازه او الخضار الطازه عاده بنقلل السوائل اللي بنحطها في خليط الكيك او الكب كيك، بس خصوصا الكوسه بتنزل ميه كتير قوي، فمش هنحط سوائل مع خليط الكب كيك ده. ولما تبتدي تختلط برضو هنحط الشوكليت شيبس او رقائق الشوكولاته. وطبعا بنقلب، وبعدين هنجيب صينية الكب كيك فيها ورق الكب كيك، وممكن نجهزها بزبدة ودقيق لو ما عندناش ورق الكب كيك. وبعد كده هندخلهم فرن بدرجة حرارة 160 وهيقعدوا في الفرن حوالي 25 دقيقة.